صدت قوات الجيش والمقاومة هجوماً حوثياً من عدة محاور في جبهة ثيرة بمحافظة أبيان. وبحسب المركز الإعلامي لجبهة ثيرة، أكد ركن عمليات الجبهة عبدالله الوليدي أن وحدات المقاومة تمكنت من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي على المواقع المتقدمة والمتوسطة في الجبهة. واستخدمت الميليشيا في الهجوم الذي شنته من عدة محاور مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. قابل ذلك صمود قوات المقاومة ورد المماثل بمدفعية الهاون. ووفق مصادر المقاومة، تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا خسائر فادحة في الأرواح والعداد أجبرتها على التراجع. أفادت مصادر عسكرية أن قياديان ميدانيان لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لقيا مصرعهما بنيران قوات الجيش والمقاومة في محافظة الضالع. واستهدفت قوات الجيش والمقاومة أحد مواقع تمركز عناصر الميليشيات الحوثية الإنقلابية في منطقة حبيل العبدي بجبهة باب غلق غرب مدينة قعطبة. أسفر الاستهداف عن مصرع القياديين في الميليشيا الحوثية الإنقلابية المدعو رضوان غلاب والمدعو محمد الشبيبي. قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات لميليشيا الحوثي الإنقلابية شرق محافظة البيضاء، واستهدف القصف تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية المتمردة في منطقة أعشار بمديرية الملاجم. وأدى القصف إلى تدمير عربة تابعة للميليشيا الحوثية ومصرع كل من كان على متنها من عناصر. قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني في محافظة الجوف. وقالت مصادر عسكرية أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة في جبال البان بالمهاشمة بمديريات خب والشعف. وأكدت المصادر بأن قوات الجيش الوطني أحبطت كل محاولات الميليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وأسر أحد قياداتها. قتل ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران أثناء محاولته بالتسلل إلى مواقع غربي مدينة عز. أفاد مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه جبل هان الاستراتيجي غرب المدينة، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولات الميليشيا وأجبرتها على التراجع بعد مصرع ثلاثة من عناصرها وجرح آخرين وتكبيدها خسائر في العتاد العسكري.